مساء الخير، عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتم بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما لكم لتتابعوا هالحلقة، خليكم معنا. لكجري بيلدينغ للأجار خاصة للهيئات السياسية والدبلوماسية بمنطقة اليرزي. بنية جاهزة للسكن، موقعها فخم بطلعة فيو بيروت والبحر من كل الطوابق. مؤلفة من 4 طوابق للسكن وأبارتمنت وحدة بالطابق. 3 شقق بمساحة 850 متر مربع وشقة وحدة بمساحة 650 متر مربع، بالإضافة ل 1500 متر مربع برايفت جاردن تابعة للبناية. طابق واحد فولي فيرنشت وديكوريتد، وكل أبارتمنت عندها مدخلين. من أهم المواصفات 5 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز، يوروبيان ماربل، هاي أند باثرومز، شمني، شوفاج وسنترال أي سي، واثنين كيتشنز بكل أبارتمنت. كل الغرف ماستر مع ووك إن كلوزت. أما الروف كاشف عفيو 360 درجة، جاهز للاستعمال وللإيفنت. 2 underground floors لباركينج 50 سيارة وللستورج. gated luxury building وسيكوريتي مأمنة، موقعها فخم واستراتيجي باليرزي قريب من بيروت. high end finishing ومعايير عالية بالعمار، والبناية جاهزة للأجار. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأ فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين، تحديدا فتأ، قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا، 13 افيلبل للبيع. فيلا التريبلكس جراوند فلور مخصص لباركينج 4 سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداء من 70 متر مربع. هاي اند انتيريورز بيتضمنوا برايفت اليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت ان اي سي، 3 غرف نوم ماستر مع تيراس، بالاضافه لستورج روم. فتأ فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سكيورتي مأمنة ومدخل خاص، حاليا بآخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا افيلبل للبيع والتسليم بصيف 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. تريبلكس 760 متر مربع بأهم موقع بالأشرفية، بعيد أمتار عن ساحة ساسين، وفيو 360 درجة بكل الطوابق. fully furnished and decorated، مصمم بفخامة وبحالة ممتازة. 3 طوابق بيوصلن بانوراميك internal lift بالإضافة لدرج مشترك. أول طابق 280 متر مربع، مؤلف من 3 reception areas مع dining room. جست باثروم، مطبخ وتراس. بيتميز أول طابق بدبل هايت موصول بالطابق الثاني، مساحته 200 متر مربع، مخصص ل3 غرف نوم ماستر وكيتشنات. أما آخر طابق فهو للإنترتينمنت وون ماستر بدروم بالإضافة لكيتشنات. لكجري فينيشينج بالداخل وفرنتشر كلها كاستم ميد. كل طابق عنده مدخل مستقل ومأمنة فيه جميع الخدمات. مواصفات التريبلكس بتتضمن أرض رخام، فاونتن بالصالون، تشمني ودبل جليزينج. هاي أند تريبلكس مميز وفخم ببرايم لوكيشن بالأشرفية. عنده 2 برايفت جنريترز، 4 أندرغراوند باركينج مع ميدز روم، وجيم بأول طابق.
للبيع بسعر 1,750,000 دولار. أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة صور، بيتميز بفيو بحر ومساحات خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين، وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنتس شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق، كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنت 115 متر مربع مع 2 بدرومز و 147 متر مربع مع 3 بدرومز. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم سولار باور، دبل جليزنج وانسوليشن سيستم، بالإضافة لجاردنز، باسكت كورت وبلاينج اريا داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة صور، 140 أبارتمنت من أصل 350 أفيلبل للبيع، مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبدا، قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بتل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و230 متر مربع بالإضافة لجاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية، منا عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريترز. كل أبارتمنت تابع لها 2 ل3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزي هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد ومعايير عمار عالمية. أما التسليم بآخر صيف 2019. كشف تقرير حديث أصدرته شركة كليتنز للاستشارات العقارية أن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية دفعت عدة مستثمرين للجوء إلى تأجيل قرارات الشراء بسوق العقار، وهالأمر أثر على سوق أبوظبي. وبيّن التقرير أن قطاع العقارات بأبوظبي عم بيشهد تراجع حاد بأسواق الوحدات السكنية والمكاتب، خاصة بالشهرين الماضيين. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.